20 دينار في الرباط اللي من استيفي، 250 دينار في جامعة النسائية المهدية. وقت ربحت تيتر مايور بيتوز في سلوفاكيا عام 2008. وقت ربحت تشامبيونز ليغ مع الكلوب نتاعي ومع ليكيب ناسيونال. وقت هزينا الكوب دافريك في الجزائر 2014. شاف عبد الله، رفيقة مرزوق، حيفا عبد الحق، منى شباح، رجاء التومي، أسماء الغاوي، و اني نقول فادي عمرني، امل حمروني، تعرف صفيقتها، برشا خدمه، ديسبلين، وليجين دو في شيما جويني اللي تعرف تزير، وكنت نتصور كنت عندها مستقبل كبير في الهون، مي احترفتش في 2016. المشاكل اللي صاروا لي بعد وقت ما مشيتش مع ليكيب ناسيونال في 2016. وي بيان سور موني ماني ليجوند، ماني حد ما ينكر شيء هذا. وي سي كريم، على خاطر عطي برشا للهاندبال فيمينا، مع هو هزينا تيتر افريكان، معناها يعاون برشا البنات، معناها ما تخليش علينا جمله. منجلي ليزي تحسنت على الاخر، وتوا دايوغ ما عنديش برشا مشي تلعب في رومانيا. اني نقول منجلي ليزي وراقي رزقي زيدا، عندها مستقبل كبير تاو. وي في السنين هذوما